خلينا ننتقل لنا شوي. كنا تحدثنا شوي عن التراث الفلسطيني والتطريز وكيف نسرين ونرمين استطاعوا تخليد هذه التطاريز بطريقة مختلفة ومميز جدا. خلينا نروح مو بعيدين عن هذا العالم، لكن عندنا في السعودية خلال الكم سنة الماضية انتشر اهتمام مذهل جدا بالأزياء التقليدية، شيء ساحر خلال الكم سنة الماضية. وأحد ركائزنا في المملكة العربية السعودية في الاهتمام بالزي التقليدي علميا وبحثيا وجهد وقيمة هي ضيفتنا في الجلسة القادمة. أنا تشرفت أني أدير معها جلسة من قبل، وتشرفت أن أقدمها مرة، وأحب جدا ما تعمل عليه، وهي أعتقد أحد رموزنا في المملكة العربية السعودية في هذا المجال بالذات. اسمحوا لي أن أرحب بالدكتورة ليلى البسام. اسمحوا لي الآن أن أرحب بمحاورتها ري جوزيف، رائدة أعمال متخصصة في قطاع الأزياء. السلام عليكم جميعاً. أول شيء مرحباً فيكم جميعاً في أسبوع مسك للفنون 2023، حياكم الله. حابة أشكر كل الحضور على وجودكم معنا اليوم، وعن أنكم أخذتوا وقت تقعدون معنا بنقاش أنا متأكدة أنه بيكون مثري وممتع للجميع، ما عندي أي شك. وشكراً أكيد لمسك على إتاحتهم الفرصة لنا وعلى الاستضافة الجميلة واختيارهم هالموضوع اللي أشوفه جداً جداً مهم، وجاي بوقت حساس، الوقت اللي قاعدة تنفتح فيه المملكة على العالم، مهم جداً نتكلم عن هويتنا وتراثنا. بالنسبة لي الموضوع مهم لأنه يلمس عدة نواحي أنا عندي شغف شخصي فيها. أول شيء عندي شغف بتاريخ الأزياء. أعتقد كثير ناس يمكن نظرتهم للأزياء كشيء يلبس وشيء حلو وجميل ونحس أنه كشخة، يعني كذا شيء شكلي، لكن الأزياء أعمق من كذا. الأزياء تاريخياً هي وسيلة للتواصل ووسيلة التعبير، سواء من شخص لشخص أو من مجتمعات البعض. فالموضوع أعمق بكثير بمجرد رداء، فهذا الشيء جداً مهم بالنسبة لي، وهي لغة لفظية لازم نهتم أنها تمثلنا بالشكل المناسب. الشيء الثاني هو شغفي بتاريخ الأزياء عندنا في المنطقة وثقافتنا. أنا إنسانة زينا جميعاً عندنا فخر كبير بجذورنا وتنوعنا الثقافي في المملكة، سواء جغرافياً ثقافياً بالأزياء، من كل نواحي عندنا عمق ثقافي غير معقول. فهذا الشيء السنوات اللي راحت صار فيه انفتاح، وصرنا نشوف فتح عيوننا أكثر على هالتنوع. وكثير أحياناً أدخل نقاشات أو تاكس وأسمع معلومات عن ثقافتنا وعن إرثنا في الأزياء، وصراحة قد ما أنا أنبهر قد ما أنا أحياناً أعتب على نفسي، أقول شلون أنا أشتغل بهالمجال وما عرفت كل هالأشياء الجمالية، وشلون توي أعرف. من أكثر الناس اللي لما أقعد معها أنبهر، لما أقعد معها الوقت يمر وأنسى نفسي وأتعلم أشياء جداً كثير، ويزيد فخري بالأرض اللي أنا منها وهالثقافة اللي أنا منها هي ضيفتنا اليوم. ضيفتنا طبعاً لا تعرف، لكن هي بالنسبة لي موسوعة في إرث الأزياء السعودي. هي من الناس من الرواد هذا المجال في السعودية. أقدر أقول أنها دخلت دراسة الإرث في الأزياء السعودية إلى مناهج دراسة الأزياء في المملكة، ومن الناس طبعاً مؤلفة. كلنا شفنا الكتاب اللي آخر كتاب أصدرته يركز على الإرث الأزياء في المملكة العربية السعودية، يفصلها بالتفصيل الممل بالصور والشرح، يعني يعتبر مرجع من الآن إلى الأبد إن شاء الله، وثقتي للعمر يعني. فرحبوا معي بالدكتورة ليلى البسام. حياك الله دكتورة ليلى. أهلا وسهلا فيك. جدا سعيدة أني موجودة معك. كنت أتابعك وأنت في نيويورك يا عمري عن بعد، والآن صرنا جلسة. أي والله، والله لي الفخر يا بختي والله العظيم. أول شيء دكتورة ليلى ببدأ بموضوع بسؤال قد يكون سطحي، بس بالنسبة لي لأسألك إياه جدا مهم، لأن دائما أجوبتك ملهمة. دكتورة ليلى أنت إيش لابسة اليوم؟ إيش لابسة؟ هذه عباية جملتها بشريط من السدو. مشروع السدو هذا مشروع جميل، كان من اقتراح الأميرة نورة بنت محمد لما كانت في القصيم. كان زوجها أمير القصيم وكانت عايشة في القصيم، فهي من الناس اللي يتحمسون للحرف والحرفيين، فدعتنا مجموعة من المصممين
إلى محاولة تطوير الحرف في المنطقة، فتعاملت مع الحرفيات من حيث أنه حولت شغلهم من الخيم وبيوت الشعر إلى كلفة أو زينة للملابس. فهذه واحدة من القطع اللي أنا سويتها في هذا المشروع، كان اسمه نحن معا، واستخدمت خيوط التطريز بدل خيوط الصوف، خيوط التطريز، فطلع منها أشرطة مناسبة لللبس. جميل. وبس، واللي تحته مقطع أو دراعة أم متفتة. التطريز هذا أصلي، وأنا أتعجب من الدقة والإتقان اللي كانت عند المرأة في الماضي، جمال الألوان، اختيار الغرز، الدقة في توزيع المسافات والمساحات وتوزيع الزخارف بشكل فني متقن تتبع فيه أسس التصميم. طرف الثوب يسمونها إزارير، هي كور من الفضة تتركب على طرف الكم كنوع من الزينة. صح دكتورة ليلى، أنا دائماً أحب أسألها السؤال لأن دائماً إجابتك مبهرة. وأول ما سلمت على الدكتورة ليلى، أول ما لفت انتباهي الكم، سبحان الله الأشياء اللي فيها كذا طعم وفيها نكهة وفيها عمق دائماً ملفتة، وياليتكم تشوفون بس تشوفونا من قريب، يعني القطعة جداً رائعة. طيب دكتورة ليلى، عنوان جلستنا اليوم هو نحن ما نرتدي. بالنسبة لك إيش تعني جملة نحن ما نرتدي؟ وهل تجدين أن إحنا في مجتمعنا اليوم ما نرتديه هو فعلاً يمثل هويتنا؟ هي عادة الملابس بشكل عام سواء الحديثة أو التقليدية تعكس شخصية الشخص اللي مرتدي لها. الملابس فيه كاتب أجنبي سماها The Second Skin، هي الجلد الثاني للإنسان. الملابس تنبع من البيئة، لها علاقة قوية بالبيئة، ببيئة الإنسان اللي يعيشها، تنعكس على ملابسه، لها علاقة بالعوامل الجوية، بالدين، بالمستوى الاقتصادي، بالتجارة، ففي عدة عوامل ترتبط بملابس الإنسان وتنعكس على لبسه. هذا بالإضافة إلى العوامل الشخصية من حيث الذوق واختيار الألوان، أشياء كثيرة يعني تعكسها الملابس. لكن بالنسبة للهوية طبعا الأزياء التقليدية تنتمي إلى الوطن وتعكس هوية الإنسان والمكان الذي ينتمي إليه الإنسان. وأكبر دليل على هذا ما نشوفه في لبس الرجل السعودي. الرجل السعودي أو الرجل الخليجي متمسك بالثوب، متمسك بالبشت، وطبعاً أغطية الرأس، الغترة أو الشماغ، العقال، وهذا واضح يوضح هويته ويوضح إلى أي بلد ينتمي. الأمير عبد العزيز طلع وزير الطاقة من يومين قال إحنا بنستمر كسعوديين في ارتداء الثوب حتى بتشوفونا عام 2050 مرتدين الثوب السعودي. شيء جدا مهم، أتفق معك تماما. أعتقد الكثير من الناس يمكن تشوف الهوية الثقافية لو نتكلم عن الإرث يشوفون أنه يمكن شيء سطحي أو شيء يلبس بالمناسبات الوطنية، اليوم الوطني يلبس مثلا، يوم التأسيس أو رمضان يحصر على هالنطاق. وجهة نظرك إيش أهمية هالهوية الثقافية، أو إيش تردين على هالناس اللي يشوفون أن الهوية الثقافية خصوصا في إرثنا في الأزياء هي منحصرة على مناسبات معينة أو أشياء محصورة يعني مناسبات تاريخية أو تحتفل بهالشيء بالتحديد؟ هل ترينها لازم تكون مصدر إلهام للفاشن اليوم وللمصممين المعاصرين في تصميماتهم اللي هي للسوق الحالي؟ وإيش تقولين لهم هالمصممين؟ في الوقت الحالي وما نعيشه من نهضة وتطور في مجال الفنون بالذات، أجد أنه من واجب المصممين أن يستوحون من هذه الأزياء التقليدية خطوط تصميمية تمثل هذه الثقافة وهذا التراث عالمياً.
احنا طبعا نعرف انه الانسان متطور، ومن ضمن تطور الحياة تطور الأزياء بجميع جوانبها، من حيث الخامة، من حيث التصميم، من حيث التقنيات. ولكن أنا كنت أتكلم مع ريف أنه تقول اليابانيين عندهم خط واضح في تصميمهم، فليه إحنا ما يكون عندنا خط واضح مستمد من هذه الأزياء، من خطوط الأزياء التقليدية؟ إحنا ما حنرجع نلبس نفس الأزياء، ولكن يكون عندنا خطنا الواضح عالمياً اللي نحس أنه فعلاً مستمد من هذه الأزياء، وأزياءنا كنز ما في مثله في العالم. يعني المملكة بتنوع مناطقها عندها غنى غير عادي في مجال الأزياء التقليدية، سواء الرجالية أو النسائية. ودليل على التنوع العباية اللي لابستها ريف، هذه البيدي اللي من بيدة، من منطقة الباحة، حولها قرمز إلى عباية خفيفة لطيفة، لأن البيدي نفسه ثقيل ومعمول من الوبر ويستخدم للشتاء. فكثير من القطع التقليدية ممكن تتحول إلى لبس حديث، وإحنا بعدين حنشرح لكم الأزياء اللي أنا جايبتها اليوم كيف إنها فيها التقليدي وفيها الحديث. أكيد حكينا أنا الدكتور ليلى أن كيف أعتقد هي مجرد وجهة نظر وطريقة لتحليل الإرث. أعتقد المصمم المبدع فعلا عشان يقدر يميز نفسه لازم ينظر في علاقاتهم their own backyard، أو بي يعني اللي عندهم الكنوز اللي هم قاعدين عليها، إرثهم وجذورهم، لأن هذا زي ما قلتي هو اللي بيميزهم بالعالم. اليابانيين دائما بالنسبة لي ملهمين، لأنهم لما تشوفين الفاشن الياباني، الفاشن عندهم انتشر بالعالم، لكن هم ما استلهموا من العالم، العالم استلهم منهم، أخذوا طريقهم وركزوا عليه وبنوا هوية معاصرة لكن مستوحاة من إرثهم. فبالنسبة لي يعتبرون مصر إلهام. ولو تبحثين في تاريخ الأزياء بشكل عام بالعالم، لو تروحين أوروبا، لو تروحين الفاشن اللي إحنا نلبسه اليوم، تلقين كثير منه مستوحى من إرثهم هم. مثلا الكورسيت ترى مستوحى من العوائل الملكية أو الأرستقراطية في فرنسا مثلا. إحنا الحين كلنا عندنا فساتين فيها كورسيت فيها، فصارت جزء من ثقافة الفاشن بالعالم. فإحنا أولى بدنا نبحث في إرثنا ونطلع منه عينات نلبسها احنا ونصدرها للعالم، وما عندنا اي نقص، اذا اي شيء عندنا زخم مو طبيعي. هي الاشكاليه في انه في صعوبه وصول المصمم للازياء التقليديه الاصليه. يعني انا ولله الحمد من حوالي اقل من شهرين دشنت اول كتاب في سلسله الازياء التقليديه السعوديه، اللي حيكون دليل للمصممين يشوفون كيف كانت أزياءنا، ومن خلالها يستوحون ويستنبطون أزياء حديثة. وإن شاء الله بنكمل جميع المناطق. الكتاب الأول كان عن المنطقة الوسطى، وبيطلع إن شاء الله كتاب عن المملكة كلها مع بعض، وبيطلع كتاب عن كل منطقة. اللي أنا أحسه أنه فعلاً الناس ما هي عارفة هذه الأزياء. ليش؟ المصادر قليلة، المتاحف لا يوجد إطلاقا متاحف بمعنى متاحف، يوجد مجموعات شخصية عند الأفراد، وهذه غير متاحة لكل الناس. فإتاحة المؤلفات أو الكتب أو المراجع والأبحاث لكل من يهتم بالأزياء، وإتاحة المتاحف في جميع المناطق، ويكون فيها الحفظ القوي لهذه الملابس. لأن إحنا نعرف أن الأشياء العضوية مثل المنسوجات أو الورق عرضة للتلف بشكل سريع، فإذا ما حاولنا نحافظ عليها ما حتبقى للأجيال. فأنا أنادي فعلاً بإنشاء متاحف متخصصة للأزياء التقليدية، تكون مصدر للمصممين يتعرفون فيها على هذه الأزياء ويستوحون منها، ويكون لنا أزياءنا الخاصة فينا اللي تميزنا في بلدنا وفي العالم كله. أتفق معك دكتورة ليلى، والكتاب اللي ما أخذ نسخة من الكتاب
أنا أنصحكم تأخذون نسخة، لأن متأكدة أن هالكتاب بيصير كولكتبل وبيصير من الأشياء اللي الناس تجمعها وتصير بمكاتب كل السعوديين اللي مهتمين بالنطاق الإبداعي. طيب دكتورة ليلى، قلتي عندنا الثياب للرجال ويمكن العباية للنساء، فعندنا أمثلة أننا نخلي هالقطع اللي هي مأخوذة من إرثنا لشيء معاصر، لكن زي ما قلتي وهذا الشيء دائما لما أحكي معك كل ما لي أتأكد من هالنقطة، أننا ما عندنا بس الثوب والشماغ والسدو، لا، إحنا عندنا تطريز، أنواع من التطريز، أنواع من الألوان، من طريقة الصباغة. يعني ريسنتلي مؤخرا تكلمنا عن التصرير اللي هو تاي داي بالسعودية، أنا انبهرت قلت تاي داي، لحظة، أنا التاي داي عندي الهيبيز وسيكستيز هيبي موفمنت، قلت لي لا، عندنا قبائل هذيل وقبائل ثانية، نورتيني على هالجانب اللي ما كنت أعرف عنه وزعلت، قلت ليش ما عندنا، ليش ما عندنا قطع عصرية مستلهمة من التصرير وتلقى إلهام بهالتقنيات الجميلة. اليوم عندنا تريت أو شيء يعني صراحة اللي موجود محظوظ فيه، الدكتورة ليلى جابت لنا قطع من الكولكشن حقها، جبتي فيه أمثلة التقنيات ترين إنها مبهرة وراح تكون يعني مصدر إلهام ويجب إدخالها بأزيائنا المعاصرة واستخدامها كمصدر إلهام. ودك تحكين؟ خلي أقول لك أول شيء التقنيات. التقنيات الزخرفية أنا درستها بالتفصيل وعملت عليها دراسة في أزياء المملكة كلها. التطريز أساسي عند كل النساء تقليدياً في القديم، كل الشعوب تقريباً النساء عندها تعرف تطرز. إحنا عندنا التطريز وعندنا النسيج المضاف وعندنا النسيج المتجاور اللي هو الترقيع، عندنا زي ما قلتي الصباغة بالعقد والربط. الصباغة هذه كانت في منطقة الطائف ويستخدمون فيها النيلة، صبغة الأنديق والنيلة، ويطلعون قطع بديعة الجمال في توزيع الزخرفة بدقة وإتقان صغيرة جداً، يسمونها المحمل والمرش لأن شكلها يعطي شكل المرش. عندنا كمان في قبيلة بني سعد النسيج المضاف اللي دقيق دقة أتعجب منها أنا أو أي أحد يشوفها، عجيبة الشكل في الدقة والإتقان، والطبقات اللي فوق بعضها اللي شفتها عند مصممين حديثين، يعني يحط طبقة من النسيج وفوقها طبقة وفوقها طبقة ويخلق بعد ثلاثي في ذيل الثوب. كيف هالفن كله موجود عند الجدات أول وما نستفيد منه؟ مصدر فني وكنز لا غنى عنه للتصميم الحديث. فعلاً، وهو يمكن هو اللي بيميزنا، يعني اللي أوريدي الأشياء اللي موجودة في قطاع الأزياء بالعالم أوريدي موجودة، أوريدي مصدر إلهام يمكن الكثير مبدعين حول العالم، وأكيد المصادر الإلهام ما هي بس نحصرها على الأرث، هي لازم يكون في تبادل ثقافي بين الدول، لكن إحنا من الأولى أن نخلي أزياءنا نمثلها بحيث أنها تتكلم عن مجتمعنا وعن ثقافتنا بشكل بلغة غير لفظية، تشوف صحيح. القطع الجميلة تعرف صحيح. شوي نبدأ عن إحنا مين كشعب، إحنا مين كثقافة. صحيح، نبدأ من هناك. أكيد، يلا. إيه؟ يلا. هذا الثوب المتفت، لفي من وراء. إيه؟ شايفين التطريز اللي في الظهر؟ الألوان الثلاثة ذي كانت قاعدة تقريباً في الثوب المتفت، اللي هو اللون اللي يسمونه أحمر وأصفر وأخضر، اللي هو الفوشي والفستقي والبرتقالي. في عدة أشكال من توزيع التفت، هذا نموذج، فيه التفت البسيط اللي بدون تطريز، وفيه الثوب الثقيل اللي يكون مطرز من الأمام ومن الخلف بهذه الوحدات الزخرفية والألوان. الثوب هذا دائما كان أسود، أنا عملت منه الثوب اللي جنبه ذا، هذا شغلي أنا، من الحرير الأصلي الهندي، والزخارف والتطريز موجودة كانت على الثياب التقليدية، والتفت بثلاثة ألوان تمشي مع ألوان التطريز. دكتورة ليلى، المتفت من أي منطقة؟ وين منتشر بالسعودية؟ منطقة الوسطى، يعني غالبا هذا شغل الناس، النساء اللي في منطقة حوطة بني تميم والخرج والأفلاج، هذا شغلهم.
الكم اللي أنا لابسة هنا برضو كم تقليدي من نفس المنطقة. كم تعتقدين كم عمر هالقطعة؟ لأن ما شاء الله قاعدة أشوف التفاصيل، الناس أعتقد إن شاء الله بعد اللقاء كلهم فرصة يشوفون التفاصيل. التفاصيل ما في يمكن حتى الأوت كوتور يلا يوصل لهالدرجة من الدقة والحرفية والغرز، تنوع الغرز واستخدام الغرزة، إحنا نسميها الغرزة السلسلة المفتوحة، تعمل حشو على القماش يغطي أرضية القماش كلها بالسلسلة المفتوحة بكل دقة، ما نشوف أرضية القماش كله تطريز يكون صراحة جدا جميل. فإذا هذا الثوب المتفت الأصلي القديم والحديث منه. هنا نشوف الثوب، هذا ثوب في المنطقة الشرقية يسمونه النقدة، وفي الخليج في المنطقة الوسطى وهو من القصيم هذا يسمونه ثوب التلي. التلي فن من فنون الزخرفة بصفائح معدنية رقيقة جدا تكون من الفضة أو مطلية بالفضة أو الذهب، موجود في العالم العربي بعدة بلدان، موجود في تونس، أنا شفته يعني في تونس في مصر في لبنان وطبعا عندنا هنا وفي البحرين. بالبحرين عندهم تطوير وعناية إلى الآن، حرفيات يعلمون هذا النوع من الفن، وفي الهند، فهو من الفنون اللي منتشرة وطريقة له إبرة مخصوصة وطريقة مخصوصة في الشغل. هذا الثوب أنا اشتريته وأنا في المرحلة المتوسطة من سوق الحريم في عنيزة، أول زيارة لي للقصيم. النسخة الحديثة منه هذا الثوب على المخمل بنفس الزخارف ونفس الأسلوب الزخرفي على مخمل أبيض. صراحة هذه القطعة يعني بالنسبة لي من أجمل القطع اللي شفتها بالفترة الأخيرة بكل المجالات، سواء إرث ولا مو إرث، لأنها فيها It's very elegant، فيها elegance وبنفس الوقت التكنيك هذه ما تشوفينها زي ما قلتي. يعني ما قد شفت، يمكن التشين ميل اللي يسمونه تشين ميل هو الوحيد اللي فيه قطع معدن، لكن ما سبق لي أشوف هالدقة وأشوف استخدام هالمواد. فيعني إن شاء الله نشوف أكثر من هالقطع وهالتفاصيل. أنا أنادي الآن مناداة ثانية غير مناداة المتحف بإحياء هذه الحرف وتدريب الجيل الجديد على الأشياء النادرة هذه. يعني يجب أن يتم تدريب حرفيات صغيرات. وعلى فكرة فيه معرض في أرتيجانو في ميلانو الآن، السعودية أو هيئة التراث مشاركة فيه بعدد كبير من الحرف والحرفيين، أنا زرته العام الماضي، معرض جميل جدا ويوري كيف الاهتمام بالحرف عالميا، هذا معرض سنوي في ميلانو. فمن الممكن إنه إن شاء الله هيئة التراث أو هيئة الأزياء يحاولون يعملون لنا تطوير لحرفة التلي أو النقدة. صراحة جدا جميل، يعني أتمنى نشوف هالشيء وأتمنى نطلع بديزاينات معاصرة نقدر نلبسها كل يوم، لأن هذا الشيء جدا جدا جميل، وزي ما قلت لكم راح يكون لكم فرصة تشوفونها بالطبيعة. أنا من ضمن الناس اللي مرة كنت عارضة في معرض، ومن ضمن الناس اللي اقتنوا هذا الثوب، بس كنت عملته على التل الأسود، شخصية مرة كبيرة في السفارة الأمريكية، وكانت بتترك المملكة بتروح لبلد ثانية وأخذت قطعتين منه، أنا عملته على قصير كبلوزة وطويل فأخذت القطعتين. راح ذكية فحتلبسهم برا المملكة، يعني كانت تركة المملكة بس من كثر ما هي كانت معجبة بالشغل، حتى السدو أخذت قطعة من السدو. فالأجانب مهتمين بتراثنا وحاسين بقيمته، فإحنا لازم نتعرض له أكثر ونوريه الجيل الجديد حتى يحبه ويستمر في حبه وإتقانه واستخدامه. أي صدق فعلا دكتورة ليلى، من الأشياء اللي أفكر فيها أحيانا وأشوف يعني أي ريفلكت على اللي صار بالثقافات الثانية. الحين نشوف القفطان مثلا كيف انتشر كل مكان بالعالم، صار اسمه كافتان. من المؤسف أن اللي انتشر عن طريق شخص ما كان من المنطقة، شخص وصل للمنطقة شاف ثقافتهم أعجب، شاف قيمة بالتصاميم اللي عندهم بالطرق التطريز طرق القص كل هالأمور، وصدر هالثقافة اللي هي ما هي ثقافته للعالم، والحين صار الكافتان موجود بكل محلات العالم. فأنا بالنسبة لي هالقعدات اللي زي كذا والقعدات مع ناس زيك دكتورة ليلى يثرون النقاش جدا جدا مهمة، بس عشان نشوف أن
احنا الاولى ان ناخذ هالارث اللي عندنا نخليه معاصر ونطلع للعالم. احنا الحمد لله اوريدي يعني هيئه الازياء قاعده يعني معرض 100 براند اول سنه كان طالبين منهم يستلهموا من الثقافه السعوديه ومن ارثهم السعودي، وشفنا تصاميم وبعضهم كانوا طالباتك، شفنا تصاميم مبهره، شفنا حكيتي لي عن الفستان اللي كان قبيله بني سليم، احكي لل كيف الفستان اللي قلتي لي قبيله بني سليم اللي في وحده كانت متخرجة من طالباتي خريجة وتشتغل في مكان يصممون أزياء وكانوا يبي يشاركون في معرض 100 براند، فكلمتني وجت وطلعت على مجموعة من الأزياء على أساس تستلهم منها، طلعت بزي خلطت بين قبيلتين من قبائل الحجاز، أخذت التطريز من قبيلة بني سعد وشكل الكم من قبيلة سليم وحرب، وطلعت بقطعة جميلة جدا جدا من اختيرت من ضمن 100 براند وتم عرضها في المعرض. أعتقد هي زي ما قلنا قبل شوي هي بس مجرد وجهة نظر وكون الواحد يشوف القيمة باللي موجود عنده، من الأشياء اللي يمكن من تجربتي الشخصية وأكيد كثير مننا اللي نحب يمكن المجال الإبداعي والفاشن بالسعودية عندنا تجارب مشابهة. أنا دائما أحب عباية النسف، يمكنها مع أنها ما كانت موضة قبل كم سنة، كنت أحب ديزاين حق عباية النسف، ألبس عباية النسف أسويها بألوان مختلفة بس يعني أطورها شوي، أسويها بألوان باستيل أغيرها، اللي هي العباية الجدات الحرير اللي كانوا يلبسونها يلفونها. فأخذت عباية النسف سويت منها ألوان دخلت عليها بس لسه هي عباية النسف عباية النسف، ما عمري لبستها إلا ما أنسأل عنها والناس منبهرة وش هالعباية مين المصممة، بدي أقول لهم أقرب سوق شعبي موجود فيه أقرب. المسألة مجرد تغيير نظرتنا للقيمة اللي نوجدها، وبس من ناحية العباية النسف كانت زايرتنا في السعودية ضمن فاشن فيوتشرز مع هيئة الأزياء ستايلست يعني من أكبر ستايلست بالعالم، هي من الناس اللي يشتغلوا مع فيرساتشي مع سوت كفرز فوق بالعالم، يعني من الناس اللي لها ثقلها بسوق الأزياء بالعالم. شافت العباية في فرنسية قالت لي تري شيك أبغاها I want this، ورحت جبت لها عباية صارت قالت لي بس قصريها شوي بلبسها بنيويورك مع تراك سوت. قلت شفتوا يعني الناس من برا قاعدة تشوف القيمة وإحنا أكيد قاعدين نشوف القيمة بس نحتاج يمكن نتصرف ونحطها بنطاق الواحد يقدر يلبسها اليوم. صحيح everyday. أنا أعرف واحدة تجيب الفروات من سوق الزل وتقصرها وتطلع فيها في باريس. أي يعني ما بالعكس بتشد الانتباه وبتكون مميزة أكثر من لو كانت لابسة المصممي أزياء أكبر. فعلا وفيها هوية أعتقد خص الحين بالفترة الأخيرة، يمكن هالشيء أنا أهتم فيه شخصيا بعد فكرة التسوق الواعي، من الواحد لما يتسوق مهم إنه يشوف هوش قاعد يلبس واللي قاعد يلبس هوش يقول عنه. صار الحين في فاست فاشن، صار في الناس تلبس الموضة صارت كل يوم في موضة جديدة، فالناس خسرت يمكن جزء من هويتها، صاروا يمكن الناس صارت تشبه بعض للأسف، يمكن السوشيال ميديا لها عامل وتسارع العالم وترابطوا ببعض صار لها عامل. فلما الواحد يلبس عباية نصف أو فروة أو يمكن ياخذ على فكرة السكارف هذا البشمينة هذا تصميم دكتورة ليلى هذا من التلي، وصراحة أنا جدا مبسوطة إني لابسته لأنه جدا جميل ويعني هو لون هو تصميم هو تكنيك وشيء ما قد شفناه، شيء أكيد بيميز الواحد. فارتباط الواحد بثقافته بجذوره الثقافية هو الوسيلة اللي بتخليه يتميز، ما هو بس هنا ولا هو يعني واجب وطني نسويه، هو واجب وطني وهو وسيله ان احنا نجمل انفسنا، يعني احنا لنا قيمه مضافه كاشخاص. هو غير واجب وطني، احنا جايين لحد عندنا صح كنز صح ما نعرف ننقب فيه ونطلع منه ونستفيد. فعلا يعني دكتوره ليلى من الناس اللي يبغى لها يعني سلسله من الجلسات، لان زي ما قلت لكم كل ما قعدت معها كل ما اقعد انبهر واحس اني احتاج بعد ما اقعد معك كذا ربع ساعه بس اسوي بروسس لكل المعلومات اللي اعطتني اياها، لان ان شاء الله زي ما قلت المره الثالثه بتشوفون القطع كل تفصيل له قصه. والدكتوره ليلى كمان تقول لكم يمكن التاريخ، يعني لما تشوفين الديزاين اللي هو ثوب التلي القطعه اللي تحته اللي قلتي لي من عنيزه ده ثوب التور؟ لا التلي اللي ورا التلي. القطعه اللي تحته البينك قلتي لي ان التطريز يسمونه كيناوي اللي هو الصيني كان يسمون تشاينا كيناوي تطريز الكيناوي القماش الحرير كان يجي من الصين فاسمه كيناوي ابو ورده اللي هو في ورده تحت هذا هذا الحرير ومطرز يدويا بالورود ذي كان يجي من الصين
بس انتهى من 100 سنة ما عاد يصنعونه. فهالشيء يعني جدا مبهر، وهالشيء يعلمنا احنا عن حنا من هويتنا، كيف كان انفتاحنا على الصين قبل، كيف كان انفتاحنا على الثقافات الثانية، كيف كنا عندنا يعني نتكلم عن الانسنس رود، وكيف مر من عندنا طريق البخور. على فكرة في شيء قد حكينا فيه انا وانت عن الاستدامة، اي ازياءنا التقليدية فيها الاستدامة اللي العالم ينادي فيها الان 100%، ما تتغير مقاساتها، تستمر معانا مدة طويلة. يعني هذا ثوب العروس في المنطقة الوسطى من التل، تلبسه للزفاف ويستمر معاها كل عمرها وهي تلبسه. لو حبت تغير فيه، لو جاء فيه تلف تغير فيه الجزئية اللي تتغير. يعني الثوب هذا أنا جبته علشان حكيت مع ريف عن فكرة، أقول لك قديش كانوا مبدعين إلى درجة أنه يبون يعملون ذيل للثوب العروس بحيث أن الطول من الأمام يكون طول الشخص، يعني طول السيدة نفسها الطول من الأمام، ومن وراء فيه ذيل طويل. إيش سووا؟ أنا دائماً أسأل طالباتي كنت هذا السؤال، أقول كيف تعملين ذيل للثوب بالمحافظة على الدائرة من تحت زي ما هي؟ يعني ما أعمل الأمام قصير والخلف طويل، ما يكون في فرق، خياطة الجنب نفسها ما اختلف الطول، الدائرة نفسها دائرة كاملة. إيش سووا؟ نزلوا حردة الرقبة إلى تحت، الدائرة فتحة الرقبة تنزل عن خط الكتف، تنزل لتحت نص مسافة الذيل. إذا تبي الذيل فرضنا 100 سنتي تنزل 50 سنتي، ف50 من الأمام 50 من الخلف، سوت لها الذيل 100 سنتي بس. فقديش في فكر كان عندهم، في إبداع، ما هو شيء عادي اللي هم وصلوا له. إيه إحنا نشوفهم يمكن ما نفكر فيه. فعلاً لما حكيتي المعلومة أنا انبهرت، لأن عندي يمكن أصدقاء لي هم مصممين، واللي يمكن شاف أشتغل مع مصممين أو درس التصميم يعرف أن القص هو أهم شيء، القطعة كيف تقصها. هذا اللي قلت لك إياه، أقول لك أنا تميزت في دراساتي أني ماني بدراسة تاريخية ولا دراسة أنثروبولوجية، أنا دراستي تطبيقية فنية تاريخية، جمعت كل شيء. أبحاثي كانت من الميدان، يعني من فم اللي لبسوا هذا اللبس، يعني جمعت المعلومات من ثلاثة مصادر، الشخص اللي لبس هذا اللبس نفسه، أو الأبناء اللي يتذكرون أبائهم وأجدادهم لبسوه، أو الهواة اللي جمعوا هذا اللبس وحبوه وعندهم معلومات عنه. فهذه أبحاث ميدانية ومعلومات ما تسجلت قبل كذا. بالإضافة إلى الجانب الفني قدرت أسوي بترون لقص الأزياء التقليدية، بترون حديث كنت أدرسه في الكلية، فكيف يتفصل أخذ المقاسات ورسم البترون وقص الأزياء ذي بطريقة حديثة علمية، بحيث أنه ما يخرب منها شيء، لأن الجدات كانوا يستخدمون الفتر والشبر والذراع ويقيسون ويقصون ويطلع 100%. بناتنا احنا ما حيسوون هذه الطريقة، ومعهم متر، فلازم بالمتر ولازم رسم بترون ولازم وضع البترون على القماش. فسويت لهم بترون وبدأوا يستعملونه وطلعوا هذه الثياب. صراحة شيء جدا جميل وجدا مبهر دكتورة ليلى. وفي الأبحاث اللي سويتها وأشرفت عليها موجودة هذه المعلومات بالتفصيل، سواء الزخرفة أو التطريز أو المسميات أو طريقة القص والخياطة والرسوم، نأخذها بالضبط، يعني أحط الزي وأخذ مقاساته وأرسم له خريطة، أرسم له رسم يوضحه، وجوات الأبحاث ذي كلها محطوطة الرسوم ذي بكل الأزياء. جدا جدا رائع. وحكيتي لي جبتي طار الاستدامه، واستدامه شيء يمكن من المجالات اللي اركز عليها واشتغل يمكن بالسيركلر فاشن او الاشياء السكند هاند او المستخدمه وهالامور، من الاشياء اللي جدا احاول ابحث فيها واتعلم اكثر، وانت من المصادر المهمه اللي اتعلم منها كيف عندنا الاستدامه
متأصلة فينا، كيف أصلاً بثقافتنا، وعندنا يعني هالمبدأ أوريدي موجود عندنا، ما هو مبدأ جاي من برا مستورد والحين نستخدمه. يمكن كلمة استدامة أو sustainability صارت هي اللي جايتنا من برا، لكن من ضمن الأشياء اللي ودي أذكرها على الاستدامة، أي كانوا يشيلون مناطق التطريز، أي يشيلون مناطق التطريز، يعني هنا هذه مناطق التطريز أنا شلتها من ثوب خربان وركبتها على قماش جديد، فتتركب ويستعملونها باستمرار، شيء طبيعي عندهم، شيء عادي ما يكبون شيء، حتى بقايا الأقمشة يسوون منها البيز، البيز اللي نستعمله في المطبخ فعلا. أو للدلة فعلا، فكان عندهم استدامة قوية. وأحكي لنا أنا كمان من الأشياء اللي يمكنها تفصيل بسيط بالنسبة لي كان مبهر، حكيتي لي عن التخراصة وكيف هم القصة عشان الفستان ما ينقطع، عشان الثوب ما ينقطع، عشان يستمر معهم الفترة أطول، كانوا بالقص يستخدمون شيء اسمه تخراصة، وهذا كمان جداً يؤثر بالاستدامة. التخراصة استخدمت، هي القطعة المثلثة هذه اللي هنا استخدمت في المقطع واستخدمت في الثوب، الثوب اللي هو نعني فيه الثوب العلوي للمرأة مو الثوب الرجالي، ثوب الرجال مقطع، الثوب العلوي اللي هو يلبس فوق المقطع الواسع الكبير استخدمت له التخراصة لأغراض، يعني هي زخرفية اللي تميزوا بأنهم أي شيء يستعملونه يكون له هدف وظيفي بنفس الوقت يحولونه إلى غرض زخرفي، بيحطون التخراصة سواء في المقطع أو في الثوب من لون آخر، يعني هنا نشوف القطعة اللي تحت الإبط هذه تخراصة المقطع، عبارة عن شكل مربع نصه من الأمام ونصه من الخلف، فإيش يسوي؟ يكون فيه القطر يكون ورب مطاط، المطاطية هذه تعطي راحة في الاستخدام، لأن الخطوط الأساسية في الزي التقليدي خطوط مستقيمة، ما عندهم بترون في حردة إبط زي اللي إحنا نسويه الآن في ملابسنا الحديثة، فهي فكرت بأنها تحط هذه المنطقة فيها مطاطية عن طريق إضافة التخراصة. هنا التخراصة تلعب دور مهم في رفع الكم على الرأس، لما ترفع الكم على الرأس ذيل الثوب يفضل في الأرض ما يرتفع، لو ما في تخراصة إذا رفعت الكم على الرأس بيشمر الثوب من تحت ويقصر، فعندهم أفكار كثيرة يحلون فيها مشاكلهم بطريقة إبداعية. يمكنهم هذاك الوقت حدهم يمكن كانت المصادر ما هي متوفرة بشكل كبير، فكانوا اضطرهم أنهم يبدعون، اضطرهم يبتكرون أشياء جديدة، وهالأشياء الحين نأخذها منهم الحمد لله، إحنا بوضع يمكن بشكل عام الحمد لله أحسن، المصادر عندنا متوفرة، لكن لا يعني أن ما نستفيد منهم وناخذ إلهام منهم ونستخدمها للاستدامة الحين، يعني شيء جدا جميل. دكتورة ليلى احنا الوقت هذا الشيء الوحيد اللي كنت شايله همه بالتاك، قلت انا اعرف نفسي مع دكتورة ليلى بقعد احكي ما راح نخلص، لكن يعطيك العافيه، بس ودي كلمه اخيره دكتورة ليلى، لان انت من الناس اللي بحثتي وشفتي، وانت درستي برا حتى خارج المملكه وشفتي نطاق الازياء خارج المملكه. انا درستي الازياء كلها بالمملكه، ما درست برا. ما درستي برا؟ كليات البنات قسم الاقتصاد المنزلي، وبعدين صار كلية الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية. جميل. وبعدين الآن صار كلية التصاميم والفنون. يعني أنا من الناس المخرمين اللي عاشوا تعليم البنات من بدايته إلى أن وصل إلى جامعة الأميرة نورة. فعلا، بس شفتي صار عندك انفتاح على العالم وعلى الفاشن بالعالم. طبعا. فشوف عندك علم بالإرث وعندك اطلاع على العالم. أكيد في مصممين كثير وناس من المجال الإبداعي هنا قاعدين بالحضور، لو بتعطينهم كلمة من شخص عنده العلم اللي عندك، لو بتوجهين لهم توجيه، إيش تقولين لهم؟ للمصممين؟ المصممين اللي بأي وقتنا الحالي. يلحقون الوقت يستفيدون من هذه الأزياء ويطلعون لنا خط أزياء سعودي، نبي تنعكس خطوط التصميم التقليدي على التصميم الحديث باختصار. وبعدين اللمسات الفنية اللي موجودة، يعني شوفوا الشال هذه التطريز النقدة على شال، يعني احنا ما حصرناهم بقطع معينة. انا قلت لك بس ما جبت القطعة لانه ما كان لها مكان، ما لها مكان. استفدت من البدو لما رحت القصيم،
يوم مشروع تطوير الحرف، استفدت منهم نوع من التطريز يسوونه هم للزخرفة والزينة اللي يعلقونها في بيت الشعر، أو بعد ما استقروا في البيوت يعلقونها على الجدران. أخذت هذه الزخارف والغرزة اللي يستعملونها، عملت منها منتج طلع جدا جميل ولقى إقبال كبير. جاكيتات، جاكيت قصير وكل ورود اللي هي من تطريز البدو. جميل جميل صراحة، أتفق معك 100%. والحين نشوف يمكن بعواصم الأزياء بالعالم، لما تكلمين عن ميلان تلقين ميلان معروفة بأشياء معينة، ميلانو معروفين يمكن الأكسسوارات والأشياء الجلدية. تروحين لأمريكا تلقينهم معروفين مثلا في نيويورك بالأثليجر أو ملابس المريحة أو نطاق معين. في لندن معروفين بالتيلرينج والخياطة، باريس معروفين بالأوت كوتور. فمن الأولى أن إحنا نسوي خط، لما الواحد يشوف يقول هذا الخط السعودي يشبه ستايل السعودي. فأتفق معك تماما، ويعني إن شاء الله هالشيء قاعد أوريدي يصير ونشوفه يكمل. طيب أعتقد فرصة كويسة، معنا 5 دقائق باقية. أي أحد عنده سؤال دكتورة ليلى؟ تفضلي. طيب يعطيكم العافية. اسمي لولو الشكحة. تعرفت على الدكتورة ليلى البسام في لقائنا الأخير في هاب. واضح. لولو الشكحة، شلونك دكتورة؟ إن شاء الله بخير. يعطيكم العافية. الله يعافيك. وأشكر معهد مسك لتنظيم هذا الحوار. ما عندي سؤال، بس في شيئين. الشيء الأول، بحكم أني الآن أمثل جمعية الأزياء، أقول دكتورة ليلى أولاً إن شاء الله قريباً بنطلق عضوياتنا، وشرفنا أنك تكونين بلا شك عضو فخري أو عضو عادي، أي عضو أنت تودين أن تكونين فيه، أهم شيء تكونين معنا. هذا أول شيء. ثاني شيء سمعت كل حوارك ونداءاتك، والمتحف مأخوذ بعين الاعتبار ونعمل عليه، وبدنا لو أنت تساعديننا فيه حتى. وأيضا تدريب المصممات على الحرف التقليدية، هذا من الأشياء اللي ماخذينها بعين الاعتبار في خطتنا للسنة القادمة. آخر شيء ودي أعلق عليه على الأزياء الجميلة اللي أنتم عرضتوها اليوم. أنا ما أدري ليش وصلنا مرحلة أنه بأعراسنا نلبس فساتين سهرة وعندنا هذه الخيارات الجميلة والمريحة. يعني والفستان الأبيض بعد. والفستان الأبيض حلو، بس فساتيننا يعني إيه، يعني ما أعرف في أجمل من كذا. من ناحية الراحة والعملية والجمال ما في، أنا برأيي. بالتالي أعتقد لازم نشوف لنا حل. أنا عن نفسي تشجعت أني أبدأ ألبس بالأعراس هذه الملابس، ونفخر فيها مثل ما قالت الدكتورة. وإن شاء الله يوما ما فعلا نشوف الخط السعودي موجود وواضح وبارز بإذن الله. شكرا لكم. شكرا يعطيك العافية. شكرا جزيلا. العمار تحية كبيرة للدكتورة ليلى البسام. هو مش تحيز، بس أنا لازم أسأل هذا السؤال. من سنين وانت ما شاء الله في تعمق في الزي السعودي النسائي، نبغى نشوف منك شيء جديد للزي السعودي الرجالي، وأنا حكون أول داعمي في هذا الشيء. هل وصلت لهذه المرحلة؟ هل تفكري في هذه المرحلة؟ زي السعود الرجالي، الرجال الحين غار. زي السعود الرجالي. أنا أحس أن الرجل السعودي متمسك تماماً بزيه التقليدي بدون التعديلات الغريبة شوي. يعني الثوب الرجالي تطور كثير من التقليدي الأساسي إلى التقليدي الحالي، تطور مع تطور تقنيات النسيج والخياطة، الشماغ تطور ولقى اعتناء أكثر. يعني المظهر الرجل الآن غير لو نرجع للمظهر القديم، لكن ما الرجل متمسك بثوبه زي ما هو،
يعني ما مع تعديلات مرة بسيطة، لكن إذا جاء تطور غريب مثل المسلح والدقلة، لا هي في قطع اختفت، في قطع تقليدية لو رجعت للكتاب حتلاقيها موجودة من قطع المنطقة الوسطى، اختفت أو استخدمت لفئات معينة. يعني الدامر الرجل توقف عن استخدامه، بينما لما نرجع للملك أيام الملك عبد العزيز كان كثير من الشخصيات الكبيرة والأمراء يلبسونه، الآن اقتصر استخدامه على قرعي الطبول في العرضة، فيه منه جاكيت وفيه منه صديري. الدقلة برضو ما نشوفها إلا في المناسبات الرسمية أو على الفرق اللي تمثل المملكة، بينما هي لبس جدا مناسب للشتاء، يعني بدل ما الواحد يلبس جاكيت ولا يلبس بالطو يلبس الدقلة. إيه؟ صح؟ يعني ليتك تسوين ظاهر انه يعني يمكن صار في شوي غيره لطيفه من الرجال، يقول يبونك تسوين خط رجالي مستوحى من الارث والعلم اللي موجود. انا لا عندي خط رجالي ولا خط نسائي الان، انا بتفرغ للكتابه. اي ما قصرت، ما قصرت دكتوره ليلى، بس اطلع لكم الكتب وانتم صاروا خلاص الكتب مليانه. ان شاء الله الجيل الجديد ما قصروا فيه. حكيت لك عن احد المصممين الجديدين عمل ثوب وخلاه حتى يونيسكس، وانا بالنسبه لي هذا شيء ملفت ومثير للاهتمام انه اخذ قطعه يمكن كانت رجاليه وعملها يونيسكس، اللي هو ثوب المرودن. الثوب المرودن حلو مره حلو، وخلاه قطعه توب يعني باتن اب بلوزه، وخلاها كم مرودن، بحيث انه لو الرجال يلبسونه كم مرودن يعتبر شيء لبسوه الرجال في نجد، واعتقد النساء كمان لبسوه في الشمال، وكمان يعني كامراه ممكن تلبسه مع هاي ويستد سكيرت بانتس، يطلع يعني قطعه ولا اجمل من اي قطعه، بس حتى من ثوب مرودن. صح، موجود. المصممين الصغار ما قصروا، واعتقد انه حضر جلسه الدكتوره ليلى على فكره المصمم قبل ما يسوي الثوب، فان شاء الله يعني المستقبل ان شاء الله يعني واعد. الثوب المتفت هذا انا قد سويته في واحد من العروض، سويته على شكل بلوزه، بعد ما خلص العرض الازياء البنات كلهم جو يطلبون زيه، لأنه حتى تلبسه مع جينز تطلع فيه أي طلعات، مشي بقوة يعني كبلوزة. أنا قاعدة أحاول أقنع دكتورة ليلى تعيد الخط الأزياء، يبينا نسوي كلنا نضغط على دكتورة ليلى ضغط بس على الخفيف يعني عشان تسوي لنا، بس يعني إحنا أنانيين شوي ودنا ناخذ من الإبداع اللي عندنا. أنا أفيدكم إن شاء الله، إن شاء الله ما تقصرين. سؤال ثاني تفضلي. وعليكم السلام. معك ملك مسلاتي. ملك مسلاتي، هلا والله. شكرا جزيلا للقاء الثري، شكرا للمحادثة الجميلة ما بين الأصالة والمودرنتي. أنا أعتقد كمان أن إمكانية التأثير وعمل وإعادة التصميم وإنتاجه بطريقة مودرن جدا محتمل بوجود الحرفيات اللي يقدروا يتعلموا، وجود المهنيين اللي هم موجودين يقدروا يخيطوا، الإمكانيات الموجودة المتاحة، وجد بوجود المصممين للتصميم، فالمنظومة متكاملة إن شاء الله. إيكو سيستم. إيكو سيستم إز متكامل إن شاء الله. بس أنا بالنسبة لي كمان أحب أضيف حاجة أو أسأل حاجة. الكتاب، التوثيق في الكتاب ممتاز ورائع، وإحنا نتطلع للكتب القادمة إن شاء الله، بس هل ممكن يكون في توثيق ديجيتال؟ بمعنى أني أنا لما أبغى أتطور للتصميم عشان أنا أخذ صورة من كتاب أسكانت، غير لما تكون الصورة أوريدي محفوظة بموثقة في مكان زي ويب سايت أو PDF مثلاً، PDF أو يعني يكون في بمكتبة، مكتبة دارة الملك عبد العزيز يتوثق ديجيتالي عشان نقدر المصممين من ياخدوها وبيست كوبي بيست سكانت أب، هذا حيسهل عملية التصميم. فما أعرف مين الجهة اللي ممكن تقدم لهذا الشيء أو تمارس فيه، وأكيد دكتورة ليلى هي القائدة في هذا الموضوع. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. أعتقد أكيد إن شاء الله الدارة ما يقصرون يسوون نسخ إلكترونية من الكتاب، يمكن، حيث أن أعتقد فكرة كويسة، وياليت حتى دكتورة ليلى كريمة والمصممين يستاهلون، لأن دكتورة ليلى كمان عرضت عندها كتب في الباترنز،
واللي هي أجن اللي يعرفون التصميم يدرون أن الباترن أهم شيء أكثر شيء كريتيكال. فلو الكتب هذه كمان تصير موجودة ديجيتالي صراحة يعتبر أنا أعتبرها صدقة جارية، لأن الواحد يوثق إرثه ويوثق أصالة جذوره، هذا شيء جدا مهم إن شاء الله. الدكتورة اللي بنشتغل معها على بعض الأشياء، الله يعينها الله يعينها الله يعينها. في سؤال آخر؟ في سؤال ثاني؟ في هناك ما أعرف المايك وين، أو ما شاء الله أسئلة. Hi. Okay. Thank you. So my name is Johanna. Thank you. It was a very interesting lecture. I have one question about the trade routes, because as you mentioned, the trestles, the composition is quite international. You mentioned like the silk coming from India or China. So I was wondering, did you observe like a shift of trade relationships? Like, did the origin of the material kind of shifted over the last years? And where do you see the future of production side, if you also see the maybe a shift of the textile itself? Because now I observed a very strong concentration more on the embroidery and the textile finishing, but the base materials like coming from like all over the world. So I think if you read more about the type, I did open English. Can I answer in English or in Arabic? Yeah, okay. So if you think about the styles and the designs, the patterns, all of it, it's definitely been affected by our trade routes. You see a lot of influences from all over the world. For example, I give an example of the tie-dye technique, التصرير. When I looked into it, the nila or this type of indigo, the type of ink that they use is something that has been brought from India. And it's a technique, it's a type of plant that they grow and then they use to dye fabric. And that's been brought, I think, 1500 years ago, something very historic. So that obviously is something super related to the trade routes back then and merchants going to other parts of the world and also having people come over. So that's definitely something that's the more you look into it, it's like a sea or an ocean rather of research. It's not something that can be summarized in a couple of sentences. But as far as now, I think definitely the world has modernized, right? And I think that could be a really good thing. We can take advantage of the resources around the world. But definitely there is a comeback, and it's a comeback that people like Dr. Leila Foster to traditional, traditional techniques, traditional ways of embroidery and things like that, which like you said, you see that in India happening a lot. And obviously we're also influenced by that. So that's something that we're investing in a lot in Saudi. So it's definitely, there's an interconnectedness and it's ultimately about human relations and human connections and travel and all of that. So Saudi, it exists everywhere in the world and Saudi is no different, especially with its strategic location. I hope that answers your question. Okay, thank you so much everyone. يعطيكم العافية. شكرا جزيلا دكتورة ليلى. ما قصرتي كالعادة. سعيدة اني معك. وان شاء الله يعني الله لا يخلينا من هالقعدات وهاللقاءات، وان شاء الله يكون في اكثر مستقبل. شكرا لكم على وقتكم، ما قصرتوا. يعطيكم العافية.